الحمد لله أن لنا قائدا رائدا ماجدا، ما زالت الأيام تخرج أحسن ما فيه كرما وعلما وفهما وكرامة وشجاعة ومروءة. تراه لا تمل النظر إليه، تحبه لمئة سبب وسبب. وهو من هو؟ هو اللطيف المعشر، العفيف النفس، الحكيم الرأي، البهي الطلعة الصبوح الوجه. ترى فيه كل ما تحب، يختصر صفات القائد الكامل في شخصه، فتحسبه جبلاً يمشي بين الناس. يا أبا عمر، أيها القائد الملهم، لم تبعنا ولم تتاجر بنا، وحملت أمانتنا وما تزال، تجاوزت بنا كل الصعاب والتحديات وما أكثرها وأخطرها، ورأسك مرفوع ورايتك خفاقة، وأوصلتنا إلى شواطئ الأمان والنصر. حملت دعوة شيخنا معلم التوحيد، حامل لواء الأشعرية إلى رحاب جديدة، وما زلت تجوب بلاد الله داعيا بانيا من منطلقات ثابتة في منسلك الإنجازات الرائدة. ألهمت أجيال المشاريع على منوال شهيدنا الراحل الشيخ نزار حلبي، وأكملت دربه وحققت آماله، وقابلت الكيد بالمؤسسات، ورأى المشاريعيون فيك نور الحلبي الغالي يا صاحبه ونائبه الأمين. أهلنا أحبوك، أولادنا عشقوك، ونحن نهوى هيبة طلتك وصدق نبرتك. مضاؤك سيف يقطع في غمده بحول الله، وتخطيطك أمل الغد الواعد بإذن الله، وثباتك مبادئ راقية لا تعرف تبديلاً وخنوعاً. مرنا ونحن بك وإليك وفيك ومعك، معك إلى أن ينقطع النفس، معك أيها المتواضع الذي بارك الله وقتك، معك أيها الصادق الذي جعل أحلامنا حقيقة، معك أيها الحبيب الذي ملأت حياتنا بطمأنينة العزة، معك أيها الطيب الحنون. لا غالب إلا الله.